بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا والسلفيين بصفة خاصة أهل السنة والجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد عملنا موقع يتبع السلفيين اسم مسلم كيو مسلم كويشن، وهذا يذاع فيه المحاضرات والنصائح وإجابة على الأسئلة الذي يقوم به طلاب علم سلفيون تحت إشراف فضيلة الشيخ عادل السيد مفسر القرآن لأهل السنة علماء أهل السنة والجماعة. وحضرتك ثم أنا حسن بن عبد الوهاب البنا أنا أشرف عليهم بالاهتمام بهم وحثهم على الاهتمام بهذه الأسئلة وأن تكون الإجابة بالأدلة من الكتاب والسنة فقه سلف الأمة والحمد لله. ولكن أخيرا حدث أن ظهر في موقع من المواقع لا نعرفه أن هذه هؤلاء ليسوا على السنة، أصحاب هذا الموقع ليسوا على السنة، وطعنوا فيهم بأنهم ليسوا أهلا للتكلم في السنة، وليسوا أهلا للكلام في الدين، وليسوا أهلا للإجابة على الأسئلة، وليسوا أهلا للفتية. نعم الفتية تكون على قدر ما يعلمون، والأشياخ مشرفون عليه ويراجعوا الأشياء دي، وإن كان في أي شيء يظهر فيها مخالف على أي أخ كريم أن يبلغنا بذلك ونحن نرجع إلى الحق لو حصل، ولكن الحمد لله نحن حريصون على أن تكون الإجابة مؤيدة بالأدلة. فأنا أتكلم بالله بسم الله سبحانه وتعالى أتحدث معكم على هذا الأمر العظيم أن تعرفوا حق المعرفة أن هذا الموقع سلفي، وذو هؤلاء الأخت زينب أم إسماعيل سلفية، والأخ وليد بغدادي سلفي، تعامل معهم طبعا بالتليفونات لا يتقابل بالأشخاص كما هو عند أهل السنة لا يتقابل بالرقم المرهن، ولكن بالهاتف في مصلحة الضرورية وتأمل الدين. فالحريص على الدين الصحيح يتحرى هذا الموقع ويسمع منه، أما الذي كتب هذا الكلام وطعن فيه فنسأل ربي أن يهديني ويهدينا سواء السبيل، وهذا ليس صحيح. وأنا أن بسمع كلام وأشوفه وأعرف وأسألهم عن الإجابة كل وقت والآخر، وأنا والشيخ عادل السيد من أهل السنة الكبار، فاسمحوا لي يا إخوة الكرام لا تصدقوا هذه الدعايات، وقد كتبنا الحمد لله بيان بهذا وفي المواقع ويسجل ويقرأه من يقرأه إن شاء الله حتى يطمئن، وليجد أي شيء مخالف نحن مساعدون أن يكلمنا ويرسل لنا ونحن نصحح أي شيء مخالف، ونسأل رب التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا. سأسألكم الله أن يأثر دينكم ومن ختم عليكم، والصلاة والسلام على رسول الله والسلام.